هل بقى الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس ليها علاقة بظهور حب الشباب ولا لأ؟ وإزاي نتعامل معاه في فصل الصيف؟ بص، الحب الشباب طبعا بيزيد في الصيف لان هو من الناس بتاعه، فبيبدا يحصل الغدد الدهنيه بتبدا تنفذ دهون اكتر، فالحبوب بتزيد ويبقى شكلها اوحش. ممكن نستخدم مرطب خاص للبشره الدهنيه، لازم نستخدم واقي شمس، وطبعا لازم يستحسن لو بدانا يطلع حبوب نزور الدكتور بتاعنا علشان نقدر نستخدم العلاج قبل ما الموضوع الحاله تتطور. واهم حاجه ما نلعبش في الحبوب، عشان مثلا تقول لك انا هشيل الحبيتين دول فساعتها الحبوب هتبطل تطلع. طب وبعض الأشخاص بتصاب بجفاف الجلد كمان، فيتعاملوا إزاي مع الموضوع ده؟ ما ده اللي انا قلت لك عليه، اللي احنا لازم نشرب ميه كويس جدا، وفي مرطبات. يعني احنا البشره عندنا يا بشره دهنيه يا مختلطه يا جافه يا حساسه. لو سواء البشره الدهنيه او المختلطه، افضل ان احنا نستخدم لها المرطبات للبشره الدهنيه. حساسه او جافه، نستخدم المرطبات للبشره الجافه او للبشره الحساسه، ونحطها كل يومين مرتين في اليوم. وممكن وبالذات لما نكون واخدين شاور نحاول نستخدم ناخد ميه فاتره ونحط الكريمات دي على جسمنا، علشان الجسم لما بنكون طالعين من الشاور بيبقى معرض للجفاف اكتر. طب وكمان وطبعا شايفين الميه دلوقتي بقى على وحاجات الشاشة معانا انه بعض الجلد متعرض للاحمرار، فلما بيحصل ده لما بيبتدي الجلد بقى يتحرق من الشمس بنعمل ايه؟ بنتصرف ازاي بسرعة عشان ما نوصلش لمرحلة صعبة؟ بص، او لو حصل الموضوع ده لازم نروح لدكتور، لان ساعتها احنا بنضطر نتدخل بادويه فيها كورتيزون علشان نهدي الالتهاب دوت ونهدي الحمار، لان عاده الاحمرار بيؤدي لسواد بعد كده. فبنكون محتاجين ان احنا نهدي الجلد على قد ما نقدر بسرعه علشان ما ندخلش في قصه بقى اللي احنا بنعالج تصبغات وندخل في قصه تانيه خالص.